معانا الاستاذ دكتور هاني عياش، استشاري امراض القلب والحالات الحرجه. مساء صباح الخير يا دكتور، او مساء الخير يا دكتور. اهلا اهلا، ازاي حضرتك؟ ربنا نشكر يخليك. ربنا، ربنا يخليك. الله يسلمك. يعني نقول مبروك للبشريه، اول فاكسين طلع فايزر ب 90%، وبعدين عد اللي برضو اكتر من 90% نجاح، وموديرنا، وفي فيرجن تالت لسه ما اعلنوش عنه، ده غير سبوتنيك الروسي وغير الصيني اللي بيعلنوا عن نجاحات فيهم في الشرق الأوسط. نقول مبروك للبشرية ومبروك لهذا النجاح الطبي المذهل، وعرفنا يعني ايه فاكسين وان المرض ينتهي ازاي. يعني اتفضل يا فندم. اهلا بيك. هو الفاكسين طبعا هو لقاح بنستخدم فيه لاما الفيروس نفسه بيكون يعني كيلد ضعيف او ميت، او بنستخدم تكنولوجي ان احنا نعرف الجسم على الفيروس بان احنا بنستخدم جزء من الفيروس زي السبايك البروتين اللي هو احنا بنستخدمه بعض الفاكسينات، او بنستخدم الام ار ان ايه، وده اللي بيستخدمه فايزر وموديرنا، ان هم بياخدوا الصفرة الجزء الجيني بتاع الفيروس ويدخلوه بحيث انه الخلايا بتاعتنا تكون انتي بوديز، الاجسام المناعيه، والاجسام المناعيه دي بعد كده بتبقى موجوده في الدم، بحيث لو الفيروس جه فخلاص احنا عندنا الاجسام المناعيه بتاعتنا عارفاها فهتحاربه. وبرده بتحفز خلايا اسمها تي سيلز، انها ممكن تكون التي سيلز دي بعد كده لو في ميموري بتفتكرها لمده فترات طويله، ان لو جه الفيروس بعد كده في اي وقت تيجي تحاربه نفس الفتره دي. اللقاحات اللي حضرتك تكرمت وقلت عليها هي مجموعه من اللقاحات بطرق مختلفه، الصيني والروسي واخدين نوع من انواع البكتيريا المعروفه للجسم وحاطين فيها جزء من الـ من الـ من الفيروس وبيعرفوهم على الجسم. ولكن طبعا الصيني والروسي عليهم اقوي، لانه الروسي لم يعلن هو السايد افكتس بتاعته قد ايه، وكانوا عملوا شويه مشاكل الاول انهم حاولوا يصنعوا الفاكسين، واعتقد انهم صنعوه من غير ما ياخدوا يعملوا المرحله الثالثه، ولم يطلعوا العالم كله على شفافيه الابحاث بتاعتهم. تمام. وده ادى لفقدان الثقه فيهم بعد كده، حتى لغايه دلوقتي ما بيقولوا نجاح 92%، ما عندناش اي داتا ليهم ولا قالوا المرحله الثالثه نتيجتها كانت ايه. فبالتالي ده ضعف في ودي خصوصا المرحله الثالثه دي اهم مرحله، اكيد، لانه انت بتعمل على ناس كتير بدايفرستي بتنوعات كبار وصغيرين وكده وامراض، وعندهم امراض او لا، وبتقول في الاخر ده سيف وانه سيف، هم ما قالوش، هم بيقولوا الكلام ده من غير اي داتا. ده بالنسبه للقاح الروسي. فاللقاح الروسي عليه علامه استفهام شويه، واحنا لسه ما نعرفش كل الحاجه عنه. اتمنى انه يبقى ناجح ويبقى الدنيا كويسه، وده كويس زي ما حضرتك بتقول كويس للبشريه، لكن لغايه دلوقتي احنا ما نقدرش نقول نحدد انه الروسي. لكن الصيني، آمن اللقاحات بتاعت الصيني متوزعه على الامارات وعلى مصر وبعض الدول الافريقيه، فابتدوا يعملوا تجارب برضو اللي هي المرحله الثالثه، بس برضو ما فيش اخبار عنه. لا، في السينوفاك اتجرب في البرازيل واتوقف، السينوفاك لان حصل مشكله في البرازيل. يعني اتجرب في البرازيل واتوقف. كمان في البرازيل، وقفوه في البرازيل، بس هو بيستخدم، هو واخد تصريح بالانتاج بالامرجنسي يوزد من الصين، من الحكومه الصينيه. تمام. فبالتالي هم كانوا بيجربوه في الجيش تقريبا، بس هو البرازيل حصل منه مشاكل فوقفوه. فاحنا برضو عليه علامه استفهام، ستيل عليه علامه استفهام. تمام. الروسي بيتجرب في بعض الدول العربيه، والصيني بيتجرب في بعض الدول العربيه. نيجي بقى للقاحات الامريكيه. اللقاحات الامريكيه الام ار ان اي طلعوا الداتا، اذا كان في فايزر مع بايونتك. بايونتك هي الشركه الرائده في العالم كله في الموضوع بتاع الام ار ان اي، لانهم بيصنعوا ادويه سرطان منه. فطبعا هم عندهم خبره كويسه جدا، واستخدموا الخبره دي في تصنيع اللقاح. طبعا هم فايزر دخلت عليهم، هم ابتدوا الموضوع من شهر واحد، وبعد كده فايزر دخلت عليهم في شهر ثلاثه، وطبعا عاملين على 43,000 واحد، ودلوقتي هم قالوا 90 زي ما حضرتك قلت، وبعد كده رجعوا قالوا 95%. وكل السايد افكت، اهم حاجه في اللقاح انه يكون في حاجتين، انه يكون افكتيف، يكون جايب نتيجه. واحنا دايما الاف دي اي ما بتديش اي تصريح لاي لقاح اذا كان اقل من 50%.
فده وصل ل 95%، ودي نسبة عالية جدا إذا قورنت بأي لقاح اتعمل. تمام. الثاني وبالتالي عملوا الكلام ده، بس هي في مشكلة واحدة فايزر، إن طريقة النقل لازم اللقاح يحفظ في ماينس 70 تو 80. ودي مشكلة، لأنه لو اتنقل ممكن في الديفلوبد كانتريز الدول المتقدمة مش هيبقى في مشكلة. لكن المشكلة في الدول التانية اللي هي فيها بقى حر، هيستوردوا الناقلات اللي هي أو الشاحنات اللي هي معدة لذلك يعني. بالظبط. وهم دلوقتي فايزر عملوا حتى كونتينر فيها، بس ده المشكلة الوحيدة اللي ممكن تبقى ايه على اتنين. الموديرنا طلعت افضل شوية، ان هم قالوا 94 وشوية وبعد كده زي الفايزر دلوقتي، لكن الميزة عندهم ان درجة الحرارة بتاعت اللقاح، نقل اللقاح افضل بكتير جدا من فايزر وبايونتاك. النقطة الثالثة انه ان الاتنين بيشتغلوا على الام ار ان ايه، وان هياخدوا في جرعتين، بين كل جرعه، بين الجرعه الاولانيه والثانيه في الفايزر 3 اسابيع، وبين موديرنا الجرعه الاولانيه والثانيه 4 اسابيع، وبعد اسبوع بنقول ان هو بيبتدي يكون المناعه. فبالتالي العيان تقريبا هيقعد شهر من اول جرعه لغايه ما يظهر نتيجه، شهر لشهر واسبوع لغايه ما ياخد المناعه منه. وده طبعا ده مهم جدا، النتيجه اللي احنا بنحصل دلوقتي في امريكا، ان ومش في امريكا بس، العالم كله، ان الدنيا بقت يعني شكلها مش ظريف. الفيروس هايلي انفكتيف ودخل هيقفل بلاد كتير برضو لغايه ما اللقاحات تنزل، والناس مفكره ان اللقاحات نزلت فابتدوا يبقوا ايه يمارسوا حياتهم الطبيعيه. غلط يعني. ده طبعا لان الفتره الصغيره دي الجاب بين طرح اللقاح في السوق والمفعول بتاعه ممكن يموت ناس كتير قوي. هل في مع كل ده ومع كل النجاحات دي ومع كل التصاريح دي ومع كل وسائل الامان ده كله، وفي هيئه ومؤسسه في امريكا بتجيز او لا، وبعدين الصحه العالميه تجيز ده، مع ذلك في ناس بترفض اللقاحات او انها تاخد اللقاحات، هل ده بيبقى فيه ضرر عليهم؟ اتفضل يا دكتور. طبعا. لا هو اصله يعني احنا زي ما احنا بنقول مثلا من وي كان نوت بينت اول ذا بيبل ذا سيم براش، احنا مش كلنا زي بعض. يا بالظبط. وفي ناس لا تتوقع واحنا وفي ناس لا تعترف اساسا باللقاحات من زمن بعيد جدا. وفي ناس بتقول لك ان اللقاحات لما اتاخدت حط زودت بعض الامراض زي الاوتيزم والكلام ده، وفي ناس كتيره بتتكلم على كده. ولكن المشكله انه اللي مش هياخده، بس دي مسؤوليه شخصيه عليه. بس لا كده مش بيأذي نفسه بس، ممكن يأذي الاخرين يعني كمان يعني. لكن هو اللقاح لا، المفروض ياخده يعني، المفروض كل الناس تاخدوه، لان وانس ان احنا كلنا لو خدناه ممكن يحصل ايراديكيشن، ممكن نقضي على يعني ممكن السنه الجايه تلاقي الفيروس مناطق كبيره يعني، يبقى الانتشار بتاعه محدود يعني. حتى لو جاله كورونا هيجي باثر ضعيف جدا، فبالتالي نسبه الوفيات العنيفه دي مش هتبقى موجوده. وممكن برضو يبقى موضوع سنوي، ان يتحور الاس بروتين اللي هو السبايك ده بتاع البروتين بتاع الكورونا، ونلاقينا بناخده تطعيم سنوي زي الانفلونزا يعني. واخد بال حضرتك، جونسون اند جونسون ابتدت هي الشركه الوحيده اللي منزله جرعه واحده يعني في امريكا، فبس لسه ما طلعوش النتائج بتاعته يعني. الجرعتين كافيين للمناعه طول العمر ولا ممكن ان لا 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 الجرعتين كافيين من 3 لـ6 شهور دلوقتي افريج، وممكن الجرعتين دول لانه انت عارف حضرتك الموضوع اتصنع من 3 شهور، فلسه في انتي بوديز في الناس. لكن الانتي بوديز دي هتروح امتى؟ وي دونت نو يعني، هتروح امتى ما نعرفش. ممكن يجي بعد 6 شهور، ممكن يجي بعد 6 شهور او 8 شهور يقول لك خد بوستر دوز ثانيه، ممكن بعد سنه يقول لك خد بوستر، خد بقى تطعيم اللي هو الجرعتين ثاني. واخد بال حضرتك، لسه ما حدش يقدر يجاوب على السؤال ده، لان زمن تصنيع اللقاح لم يستغرق من شهر 3 لغايه دلوقتي حوالي 8 شهور. فهم لقوا فعلا ان في بقى، وابتدوا حتى يبتدوا المرحله الثانيه يعني هم موجودين فوق الـ3 شهور وحضرتك طالع. لغايه امتى؟ احنا ما نعرفش. هل هياخدوا بوستر دوز؟ ممكن ياخدوا بوستر دوز. هل السنه الجايه هتبقى موجوده؟ ممكن يقضي عليه خالص؟ ممكن يقضي عليه خالص. الكلام ده طبعا لكن مش موضوع مش مدى الحياه. يعني موضوع مدى الحياه ده حتى اللقاح السوري الروسي قالوا ان هو هيقعد 2 سنين. يعني فاحنا برضو ما عندهمش دلائل يقعد 2 سنين، لان هم ما جربوش. احنا لسه مستنيين حاجات اللي بيقولوها دي، وكون انه خد موافقه من الـ FDA مش معناه حضرتك انه بقى خلاص، لان اللقاح هيستمر العمل عليه لمده 2 سنين في كلينيكال ترايلز. هو هياخده emergency use authorization يعني استخدام مؤقت طارئ لغايه زي ما كل الادويه اللي بتستخدم في كورونا دلوقتي
كوفيد 19 لغايه لما يثبت فعاليه او بعد كده يصرح باستخدامه على المدار العادي على النهائي نهائي تمام. لانه الفتره اللي تصنع فيها الفاكسين فتره قليله جدا مقارنه باي فاكسين على مستوى التاريخ. تمام. استاذ دكتور هاني عياش، يعني تفضل برضو في حاجة تانية عن الفاكسينات عن العلاج، هل موديرنا قال ان هو ممكن المصاب ياخد وهيبقى زي علاج لي، هل المعلومة دي يعني طبية تمشي، يعني فاكسين المصاب ياخده ويبقى بيتعالج، ولا الموضوع فيه لبس؟ اتفضل يا فندم. انا بيجي بحياتك النقطة دي بالنسبة لي confusing لسبب ان اذا كان عندك مريض عنده الفيروس اوريدي، ما الفيروس اوريدي هيديك انتي بادي، يعني كون ان انت مريض فانت هيديك انتي بادي، فانت لو دخلت له حاجه تانية هل هتطلع له انتي بادي؟ وخصوصا ان هو بيقعد شهر لما ياخد الجرعه الثانيه، واحد داخل بكورونا هيقعد شهر لغايه ما تطلع له الانتي بادي، يعني برضو الموضوع كونفيوزنج، الموضوع ملخبط، وانا ما اعتقدش ان هو اللقاح اسمه لقاح، واللقاح هو للوقاية وليس العلاج. بالظبط كده. لكن للعلاج هيبقى الانتي بادز، والانتي بادز ده بيتاخد من الاصحاء، بيتاخد اللي هو يعني ادينا فكره عن استخلاص الانتي بادز من الناس اللي يعني خدوا المرض وشفوا منه، وانه يعالج واحد لسه واخد المرض حديث يعني. لا، ما هو اللي خد المرض بيبقى عنده انتي بادز في جسمه، فبناخد الانتي بادز بنحنها له. بس في دلوقتي طبعا ريجينيرون، شركة ريجينيرون طلعوا الانتي بادي اللي هو خدوها بيستخدموها، طلعوا برضه ايمرجنسي يوز يوتيلايزيشن، وابتدت تستخدم في تو انتي بادز مع بعض بياخدوها للعيانين من الاول خالص، الناس اللي هتبقوا سسبتبل او اللي عندهم عرضه انهم يجي لهم مشاكل، فالانتي بادز عند دخولها من الاول انت بتحارب الفيروس من الاول. بالظبط. الفيروس بيقل قابليته جدا، ده غير البلازما اللي بيتصل الانتي بادز، والانتي بادز بعد كده بتديها له على هيئه اجسام مضاده، فده لسه. وطبعا العلاجات مرحله ما قبل المستشفى ما فيش بروتوكول عالمي لكل الكلام. هي جوه المستشفى بيبتدوا يدوا الرامدزيفير، وبيبتدوا يدوا الدوكسامجيزون الكورتيزون، وبيبتدوا يدي الانتي بادز، وبيبتدوا على حسب كل حاله. تمام. وبعض الاقاويين دلوقتي بنتكلم برضو على الانتي كواجلانت للناس اللي عندهم نسبه تعلق جلطات، انتي ضد التجلطات او الاسبرين، في حاجات كثيره البحوث دلوقتي شغاله عليها، ولكن الاوت بيشنت ما فيش بروتوكول اللي هو في قبل العيان ما يروح المستشفى، ما فيش بروتوكول عالمي موحد لاي حد. احنا في امريكا معظم الناس ما بتاخدش حاجه، في مصر بيدوا لهم مجموعه كده شنطه مش عارف، وهي طبعا حتى انا سمعت ان هم لسه بيدوا هيدروكسيكلوروكين، وده حتى الـ WHO قالت لا ما تستخدموش، ولسه بيستخدم اعتقد في بعض البلاد. والديكساميزازون برضو لازم التايم بتاعه ما يتاخدش في اي وقت، لازم يتاخد لو الاكسجين بتاع العيان ابتدى ينزل. الانتي بادز كل ما تتاخد بدري او البلازما كل ما كان افضل. في حاجات معروفه وفي حاجات غير معروفه طبقا للابحاث اللي موجوده، لكن زي ما قلت لحضرتك كعلاج ما فيش حاجه 100% قالت ده هيقضي على الفيروس كعلاج. لكن اللي اتاكد في علاج الرئيس ترامب رينجيرون ولا حاجه ثانيه؟ هو كان بياخد 8 ادويه منهم ريجينيرون خده، ده طبعا جاب نتائج باهره. ده اربع ايام يعني، في اربع ايام كان هو كولكشن، ادوا له كولكشن، ادوا له كولكشن. هو كان بياخد خد الريمديزيفير، خد الانتي فايروس كضد الفيروس، وخد الانتي فايروس عشان يقاوم الفيروس، وخد الديكساميزازون لانه حصل مرتين على ما هم قالوا انه الاكسجين بتاعه نزل، فخد الديكساميزازون، بلس ان هو كان بياخد فاموتيدين، والفاموتيدين في بعض الدراسات بتقول انه بيجيب نتيجه، بس ما فيش دراسات طلعت ذات قيمه دي. كان بياخد بيبي اسبرين، وانا بعمل اكبر انا بعمل هنا بيبر بروجكت كبير جدا على البيبي اسبرين، هل البيبي اسبرين هيبقى بروتكتيف ولا لا؟ هل ده هيقلل الوفيات، هيقلل الحاجات ولا لا؟ هنطلع البيبي اسبرين ده يعني نوع من انواع البلاد سينر، يعني حاجه كده يعني. بالظبط، لانه هو مرض الكوفيد 19 مش مرض رئه بس. هو البيبي اسبرين كانوا بيستخدموه في الاي ار دي اس في موضوع الالتهاب الرئوي النهائي ده اللي هو الاي ار دي اس، وكان مقلل الوفيات في بعض الناس طبقا لبعض الابحاث. وبعد كده لو في جلطات موجوده كان الراشونال بتاعنا، يعني لو في جلطات موجوده طب ليه ما تديش اسبرين كضد الوقايه؟ والاسبرين ما لسه لغايه دلوقتي
هنقول هنفصح على النتائج قريبا. في بعض الدراسات طلعت من ماريلاند على موضوع الاسبرين يعني قريب برضو من اسبوع تقريبا كانوا جايبين نتائج كويسه. احنا هنطلع نتائجنا ان شاء الله في خلال فتره قليله جدا وهنقول الناس ايه اخبار الدنيا، هل البيبي اسبرين يعني ان شاء الله يجيب نتيجه ولا مش هيجيب نتيجه ولا ما جابش نتائج، وايه المعوقات بتاعت الابحاث اللي موجوده عليه. لكن هو كان بياخد ميلاتونين كمان برضو من الادويه اللي كان بياخدها، فهو كان بياخد كولكشن ادويه ومنهم الحاجات دي كل برسوكول كبيره قوي. بس هو كان اهمهم الرينجيرون يا هو كلهم اشتغلوا مع بعض. وي دونت نو اكزاكتلي ايه يعني لما تدي كذا دواء مش هتعرف تقول الدواء ده هو اللي عمل نتيجه، لكن الرينجيرون جاب نتائج ممتازه في المراحل الاوليه بتاعته. تمام. استاذ دكتور هاني عياش استشاري امراض القلب والحالات الحرجه، في سؤالين من الناس وهي مهتمه قوي بموضوع الفيروس. ففي سؤال اللي هو اول ما قالوا عن النانو تكنولوجي في استخدام النانو تكنولوجي في انتاج الفيروس، والناس قالت ان في خليه هتتحط زي الجي بي اس كده على طريقه على طريقه التجسس الشخصي على كل الناس، يعني انه هيتحط في الفاكسين. فدي برضو محتاجه رد من حضرتك، ان يعني مش ممكن تكون في خليه بهذا المقدار انها تتحط في الدم وتبقى جي بي اس وفي كل الشركات تبقى متحده مع بعض واعاده انتاج الفاكسين في يعني ما مش هيبقى في شركه واحده بس هي اللي بتنتج، لان احنا محتاجين مليارات الجرعات. فمش عارف يعني رد حضرتك ايه على الاشاعه دي. اتفضل. الاشاعه اللي من يثبتها يعني اللي بيطلع اشاعه يعني اخي بحياتك يعني اللي يطلع اشاعه يثبت، احنا ما عندناش اي محدش في العالم ممكن يقول الكلام ده خالص. يثبت الكلام ده الا ما نعرفش يعني انت الشرق الاوسط منتشره قوي يعني، لكن اللي يقول اشاعه يثبتها يبقى بالزبط. يكون عنده دليل في حاجه اسمها ايفيدنس بيس، لكن هي اشاعه يعني احنا عايزين نقول انها اشاعه يعني لا صحه لها يعني. انا ما ببصش لحاجه من غير ايفيدنس يعني، انا لو حد عنده ايفيدنس يقول الكلام ده يقول لنا يا جماعه في كذا 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 ونتكلم وبعد كده الدنيا كلها تقلب، لكن تحطها من العالم كله بحاجه وتقعد يعني ما اعرفش هل دي لوجيك ولا مش لوجيك. انا ما عنديش اي ايفيدنس ان انا اقول حاجه على الكلام ده، لكن انا بقول لحضرتك انا ممكن اتكلم على حاجه لو ليها ايفيدنس، لو حد طلع اللي هو الشاب بتاع اللي هيتحط ده ولا حاجات انه يقول الكلام ده، لكن غير كده ما يعني. اشمعنى في الفاكسين؟ طب ما في حقن كتيره ممكن يتحط فيها يعني، اشمعنى الفاكسين بس اللي هيتحط فيها يعني. ما اعرف هو جاي بيفكر في الفاكسين يعني. العالم كله يعني ما اعرفش هو طبعا انا زي ما بقول لحضرتك اي حد يقول حاجه لو معاه ايفيدنس كلنا هنتكلم. طبعا مفيش ايفيدنس لده، خصوصا تنوع الشركات وتنوع المصادر يعني هتنتج في امريكا وفي اوروبا واكيد في تصريحات للشركات العالميه في حتت تانية، فمش معقوله يعني ويتم برضو مليارات الخلايا جي بي اس يعني. هم مش محتاجين ده اللوجيك. في امريكا مش اللوجيك. محتاجين ده لان التليفونات فيها جي بي اس، الكريدت كارد فيه جي بي اس، في كل حاجه يعني. ما هو ده اللوجيك ثينكينج اللي حضرتك بتقوله، ده اللوجيك ثينكينج. عشان كده انا اي حد عايز يقول اي حاجه بيقول، احنا لما نرد عليه باللوجيك ثينكينج ده اللي حضرتك قلته جميل، ولو معاه ايفيدنس يوريه لنا يعني، لو معاه ايفيدنس يقول لنا جايز نستفيد منه يعني. بالظبط. في حاجه تانية برضو خيال علمي، انا بقول يعني دي خيال علمي، لان عشان النتيجه يعني المرحله الثالثه بتاخد شهور ويمكن سنين علشان تثبت السايد افكت بالظبط ايه والكلام ده كله. فقالوا ان طالما بياخدوا جزء من البروتين بتاع الفيروس الار ان ايه بتاعه، فهياثر على الدي ان ايه بتاع الجسم الانسان في الوراثه، ما كانش دلوقتي هيبقى في الاجيال القادمه. ايه صحه هذه المعلومه يعني؟ اتفضل. برضه ما حدش يقدر يثبت اللونج تيرم افكت بتاع اي فاكسين، لانه الموضوع زي ما حضرتك قلت اتعمل في سنه، ما نقدرش نقول انه هيعمل مشاكل، بس انا لا اعتقد انه قبل ما يحصل الشورت تيرم اللي هو المضاعفات على الجانب القصير احنا عارفينها، لكن على الجانب الطويل ما حدش يقدر يقول هيأذي ومش هيأذي. لو خدنا النظره السوداويه لاي تطعيم حتى بناخده دلوقتي زي الانفلونزا وغيره، احنا وي دونت نو اكزاكتلي ايه اللي فيه، بس يعني هو بيتكرر اللي موجود. التطعيمات اللي موجوده بعض الناس خدت التكنولوجي اللي اتعملت في السارس وفي الايبولا ودو، والسارس والايبولا دول من زمن يعني. لان بعض اللقاحات اللي هتنزل كده جايه يعني، احنا ليه سرعنا بعض اللقاحات؟ لان احنا اوريدي كان عندنا فاكسين للايبولا والسارس ابتدوا يبنوا عليهم. تمام. عشان كده بقت الامور ابسط.
وبعد كده اوضح، لكن على اللونج تيرم افكت نو بادي نوز، زي ما حضرتك بتقول كده برضو كلام، هل معاه حد ايفيدنس ميبي ان ذا فيوتشر بس وي دونت نو، لكن انا لا اعتقد انه هيموتوا العالم كله ولا يغيروا في الخريطه الجينيه بتاعت العالم كله، دي صعبه جدا من تصديقها يعني. تمام. لكن ما نقدرش، زي ما قلت لحضرتك انا ما بتكلمش على الايفيدنس، لما بلاقي حاجات ايفيدنس قدامي نقدر ننقدها ونتكلم فيها، لكن اي حد يقول اي حاجه ولا جود ممكن نتكلم كتير بس ما فيش ايفيدنس للحاجات. لكن في خط علمي بيبقى يعني للعلماء ان هم ما يمشوش خارج الصندوق ويجربوا، لان البشر ما هماش في ايران تجارب، ودي بتبقى حاجه اسمها نسبه سيف علمي في البحث العلمي، دي لازم تبقى مؤكده من قبل المؤسسات والشركات والدول، اعتقد ان دي حاجه امنيه يعني، مش كده يعني، مش اي حد يقول اي حاجه يعني. مش ما هو مش اي، عشان كده بقول لحضرتك ما اي حد ممكن يبقى قاعد كده ويقول اي كلام ويقول لك ده في كذا كذا، واخد بحياتك، طب هات لي اثبات، ده نمره واحد. نمره اثنين، انت هتدي العالم كله حاجه تغير في الخريطه الجينيه بتاعته، وبعدين الدواء ده الام ار ان ايه مستخدم في ادويه السرطان قبل كده. يعني النانو تكنولوجي استخدم في الدواء بقاله اكتر من 10 سنين يعني، مش ويمكن اكتر من كده كمان. والام ار ان ايه اللي احنا استخدمناه في الفاكسين ده مستخدم في ادويه السرطان بتاع بايونتك من المانيا، فدي الشركه الرائده في العالم كله اللي جميل. عملته اللي دخل فيه. فانا ما اعتقدش، انا على مستوى رايي الشخصي انا ما اقدرش اعممه، انا ما اعتقدش الكلام ده صحيح، ولكن زي ما بقول لحضرتك اي حد عايز يقول اي حاجه يقول جميل، بس يثبت لنا يعني انه تخويف الناس وقلق الناس سهل، لكن وطمأنه الناس صعبه شويه، وطمأنه الناس وكلام مش علمي احنا بنعتمد عليه عشان نتكلم بيني وبين حياتك، على ابحاث معينه وعلى كلينيكال ترايلز بنعملها عشان نقدر نتكلم بثقه علمي، الناس تثق في الكلام اللي احنا بنقوله على اساس علمي. تمام. لكن اي حد يقول اي حاجه والناس تمشي وراه، كل واحد لا ما تصدقش اي حاجه طبعا، خصوصا اللي بيقول حاجه من غير ايفيدنس زي ما حضرتك بتقول. يبقى السؤال التقليدي يعني، لسه المرض موجود وخطر جدا، والاصابه بيه برضو في ناس معرضه وجهازهم المناعي ما يقدرش يستحمل ده، الوقايه ايه؟ ايه النصيحه الوقائيه من الاستاذ دكتور هاني عياش استشاري امراض القلب والحالات الحرجه؟ اتفضل يا فندم. نبقى على نفس اللي احنا عاملينه، الماسك وعلى السوشيال ديستانسينج، البروتوكولات اللي بتطبق في المدن الامريكيه او في كل العالم، انه نبتدي نقلل الجاذرنج وخصوصا التجمعات وخصوصا في الشتاء، ده هيبقى ناس كتير جدا. وبعد كده نمره اثنين، لو سمحتوا انا رايي الشخصي ان لو مدينه بقى فيها كتير قوي ارجوكم البسوا ماسك اول ما تخرجوا من البيت، اول ما تخرجوا من البيت يعني امشوا في البابليك ارياز دو ماسك، لانه هو ايربورن اللي واضح انه في جزء انه يعني انه بينتقل عن طريق الهواء، ودي مشكله كبيره جدا. فانا رايي الشخصي لو مدينه فيها نسبه كثافه المرض عالي البس الماسك اول ما تخرج من البيت، لان انت لو لوحدك ماسك لابس الماسك مش هتقي نفسك لكن حتى غير كمان، لازم كل الناس تبقى لابسه ماسكات، وكل الناس لازم تبقى سوشيال ديستانس، ومش ماسك بس، انت لازم تغطي عينك كمان الى حد ما، لو دخلت اماكن مغلقه يعني تبقى تي زون العينين والمناخير والبق. ونمره اثنين، ان تبعد الناس وكل الاندورز فيري كوشس، لو سمحت ارجع تاني للمسببات، واذا تقدر تعمل شغلك من البيت في بعض الاماكن المكدسه اللي فيها فيروس ارجوك ما تخرجش، يبقى افضل ترجع تاني من المرحله الاولانيه، ارجوك ما تخرجش من البيت، واذا خرجت بماسك ولما تيجي وتتبع نفس الاجراءات اللي احنا كنا بنعملها اول ما طلعت، لان الموضوع طالع دلوقتي عنيف جدا، ونسبه الاعداد بقت متزايده جدا، وفي ناس بتموت كتير وبعدين ده حاجه زي ما انا كنت بتكلم مع دكتور النهارده من استراليا، يعني هي بتقول زي الراشن رولات، يعني هو بيلف لف ويختار اللي هيموته، يعني انت مش موثق يعني 20 سنه ممكن يموت 30 فروات، حتى لو انت مش هتموت، حتى لو أي انت مش هتأذي الناس التانيه، فارجوك ارجعوا تاني زي ما ابتدينا ايام المرض، بس خلينا مور كونسرفتيف، والموضوع بقى بسيط يعني، الموضوع شهرين ولا حاجه هتاخد التطعيم وتخلص ان شاء الله، يعني مفيش داعي تيجي على الاخر وتأذي نفسك وتأذي الاخرين، ونتمنى ليهم كلهم خير يا رب. تمام، ربنا يخليك استاذ دكتور هاني عياش، طمنتنا استشاري امراض القلب والحالات الحرجه، ودايما بناخد المعلومه الصحيحه من علم حضرتك، ربنا يخليك، و
يعني بندعو ان يعني ربنا يكتر من امثالك، والدكاتره كلهم هم سبب الموضوع بتاع الفاكسين ده، وهو اللي بيحاربوا فعلا الخط الامامي الاول عن كل البشريه في محاربه الامراض. اللي بيسموه الجيش الابيض في مصر انا مسميه الملائكه، الملائكه اللي بتحمينا. ربنا يخليك وتدينا نصايحك دايما في الحاجات العلميه الطبيه. شكرا جزيلا استاذ دكتور هاني عياش. شكرا عليا، تحت ابروك يا رب، شكرا يا فندم.